السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. واقعة صادمة، تفاصيل جريمة قتل أب على يد ابنته أثناء نومه في كركوك. القضاء في السليمانية تحرك ضد موظف سرق أموال جباية الكهرباء. عبد الواحد تؤكد اعتقال الأمن العام التابع لحزب بارزاني فريقا كان يغيث المواطنين في أربيل. السودان يرأس جلسات يادية لمجلس الوزراء. إليكم تفاصيل الأخبار. كشف مصدر أمني اليوم الثلاثاء عن تفاصيل مقتل أب على يد ابنته أثناء نومه في أحدى قرى محافظة كركوك. وقال المصدر إنه تم مقتل أب على يد ابنته ذات 14 عاما أثناء نومه في قرية مرزيخة بمحافظة كركوك، وأضاف إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال الفتاة وفتحت تحقيقا بالحادث. كشف مصدر مسؤول في مديرية كهرباء السليمانية اليوم الثلاثاء عن قيام موظف بسرقة مبالغ جباية الكهرباء التي يتم جمعها من المواطنين. وقال المصدر إن موظفا في إحدى دوائر كهرباء السليمانية قام بسرقة أموال جباية الكهرباء التي تجمع من المواطنين، مؤكدا أنه تم صدور أمر قضائي باعتقال الموظف بعد الإقدام على فعلته، وأشار لأن الأموال المسروقة لا تحسب على المواطنين وإنما هي من خزينة مديرية الكهرباء. أكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سرو عبد الواحد اليوم الثلاثاء إن الأمن العام التابع لحزب بارزاني اعتقلت فريقا كان يغيث المواطنين بالمياه في مدينة أربيل. وقالت عبد الواحد في تغريدة إن الأمن العام التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل اعتقلت فريق الجيل الجديد أثناء توزيع الماء على المواطنين الذين يعانون من انقطاعه منذ أيام دون أن تجد الإدارة المحلية حلا لهذه المشكلة. وأشارت إلى أن قوات الأمن قاموا بحجز التناكر في منطقة بنسلاوة، مضيفة إن أحزاب السلطة في الإقليم مصر على أن يكون المواطن في المعاناة ويعيشون تحت رحمتهم. عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني.